أنا عمري بالعمر ما كنت قلت تصريح قلته جوست باش نثير الجدل ولا باش الناس، بالعكس أنا راني عكس الناس اللي تحب برشا هكا الأضواء والكل، ولكن أنا مالوغوزمون تو أي حاجة نقولها ولا تثير الجدل. الناس اللي تشبالي اللي يقرا اللي يسافر اللي قاعد يلوج في فرص، يعني ما عندوش وقت إنه باش يقعد نهار كامل باش يسب غفران بينوس على شعرها وعلى الحبتين اللي عندها وعلى حنكها الكبار، يعني عاش نخدم شهيرين 20 مليون، هز روحي نمشي لبالي نتفرهد شوية وبعد نجي نحل شنيوت وبكاع. انه اليوم في 2023 في القرن 21 يستناو في غفران بينوس يقولوا له برا وساكن، والله لو صحي تي انا ناس نعرفهم كنت ساكن، انا الناس كل نعرفهم متساكن، حتى صحابي واللي حتى صحابي اللي عرسوا انتي لونتوراج تاعك صحابي اللي عرسوا ساكن، والله الكل هاد ساكن واللي ما ساكنش يكري دا انا ماذا بيا ساكن، الله غير ما هو متحبني ما ساكنش ايش باش نعمل انا الود ودي الحمد لله امها في حياتها الود ودي يعني فضل سير. من انت يا غفران باش تقول سيدي بالحسن شخصيه عاديه ما قصد انت تستفز فيه؟ لا لا انت ايش لازك تستفز تو علاش تمس تو انت غفران تحب تحكي افكارك وتحب تعبر على افكارك حاجات معناها انت شوف شي يبدل تو كيفاش تقول سيدي بالحسن شخصيه عاديه ولا شخصيه ما صارتش وخاري سيدنا بالحسن ماهوش مش بالقداسه الكبيره هذه اللي نحكيو نحن ردينا مقدس بطريقه هذه والزوي والحكايات هذو ما لعبوا في وقت من الأوقات أو أدوار سياسية وحتى يكونوا نخرجوها بالدم وما نقتلها كان أنا وموتها باش يكون على يدي أنا، وهذا يكون كنت نقراه وعائلتي كانوا يقراه وعائلتي تقلقوا أكثر. واللي الرفيف في الفيسبوك ما راش فيه في الشارع الأمانة ما يحكي معك حد في الشارع ما يحكي معايا حد، بالعكس شو يقولوا لي؟ متبارك الله عليك محليك جريئة ونحن نقصنا الجرأة ويزينا من الكذب ويزينا من النفاق الاجتماعي والعبادة تبوسك والعبادة تعنقك، ولكن تولي قاعد ما عندك ما تعمل ضربة ضربتين خرجت لك وزارة الشؤون الدينية تقول كان عامل صلاة استسقاء وجفاف ومعنا السدود ماهيش مليانة وغيرها والكل وبنيين سياستنا الكل كان على صلاة الاستسقاء، أنا نعتبر الحرام هو إذاء الآخر. الباقي اللي نعمله في روحي ما بالنسبة لي أنا ما هوش حرام، خاطر أنا ربي نهار آخر مش حاسبني لخاطرني فرهدت روحي شوية. واضح فرهدت روحك شوية. أنا نعتبر جبان صغار إيجويزم، كان جيب صغير في الفترة هذية وفي الوقت هذية وفي هالعالم الحيواني هذية العالم العنيف هذية اللي ما عاد حد يقدر أحد، الخيوبية والتوكسيسيتي اللي موجودة اليوم في العالم أنا نعتبر روحي حرام علي، حرام كاريمون حرم على روحي اني نجيب صحيح. هاو اليوم قيس سعيد تتهموه بالديكتاتوريه؟ خاطرو ديكتاتور، خاطرو ديكتاتور والخاطرو مستبد. شنو هو نستنى باش دخلنا قلتها قبل قلت نستنى باش دخلنا الحبوسات، هاو اللي دخلته في الحبوسات وعندي سجناء سياسيين وعندي صحابي. فما ناس فرحانين اليوم هو باش يقضي على الفساد هو باش يحاسب اليوم وقت المحاسبه، خليهم فرحانين باهي راهو يفرحوا باهي يفرحوا خاطر باش يجي نهار حتى هم باش يدخلوا الحبوسات.